الصبر واستلام الجندي الشريف من الجنود الإلهية يكون عونا لك وأقوى المساعدات لعقلك، يوقفك على سر وصلك من فيض فضل الله الذي منه يكون حقيقة فضلك. الصبر جند من جنود ربك الباطنة، فكل من أعطي نصيبا من الصبر فقد أمد وأعين من الحي القيوم بجندي عظيم من جنوده سبحانه وتعالى. هذا الجندي هو السبيل للوصول إلى جنة الله، وهو السبب المساعد للظفر بمعرفة الله، وهو السلم المهدي للإنسان من حجاب بشريته إلى نوران خصوصيته، ومن جميع ما يعلق به من غفلاته وحجب ظلماته إلى حقائق ذكره وشكره وانكشاف عين اليقين لقلبه ولبه. فبالصبر رقى من رقى، وبالصبر اتقى من اتقى. الصبر زينة من أعلى ما يزين الله به من أراد لهم الخير وأراد لهم السعادة. فلناخذ بعدتنا من هذا الوصف المحمود الكريم الجميل الذي ما جعل الله له نبيا إلا وجعل هذا الوصف فيه قويا، ولا جعل له رسولا ولا صديقا ولا وليا إلا وجعل وصف الصبر فيه قويا. فإن حلا بما حلا به أنبيائه وأهل قربه ورضائه من خواص أوليائه فذلك عليك من أجل نعمائه. لذلك كان الصبر مفتاحا حقيقيا للشكر، وكان ارتقاء رتبة الإنسان في الشكر واعتلاءه الدرجات فيه وتمكنه منه على قدر ما كان منه من قوة وتمكن ورسوخ في الصبر. فمن كان أصبر فهو لله أشكر، وهو الذي من قبل الحق يشكر وسعيه يشكر. فأولئك كان سعيهم مشكورا كما قال الكريم البر جل جلاله وتعالى في علاه الصبر بما يحتاج من مكابدة ومشقة، خصوصا في البداية يتعشقه أولو الألباب لما علموا من نتائجه وعواقبه وثمراته ومؤداه عاجلا وآجلا ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة. وحسبك قول رب الأرباب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كم أجر الصابرين؟ قال لك بغير حساب 700,000، مليون قال لك بغير حساب، مليار قال لك بغير حساب، مليارات المليار لك بغير حساب إلى نهاية الحساب عليك، هذا بغير حساب فوق. إيش هو هذا؟ هذا هو الذي يليق بعظمة ذاك، بعظمة ذاك المعطي. كيف لا نتعشر صبر إذا علمنا أنه محبوب ربنا وأساس نجاحنا فيما نحاول؟ نحتاج إلى صبر في شؤوننا وأحوالنا كلها، وعلى قدر صبرنا في كل عبادة عظم شان العبادة وأجرها.
وعن ترك كل معصية يعظم ثواب هذا الترك وقدره على حسب صدقك فيه. نتوجه إلى بينا أن يجعلنا ولكم تمكينا في عزيمة الصبر. ولذا تجد النتائج من الدورة الظاهرة والباطنة متعلقة بالصبر. من كان أصبر كانت نتيجته أجمل وأظهر وأبهر. من كان أصبر في الدروس فنتيجته أطيب الدروس. من كان أصبر في الأذكار فنتيجته من سر الأذكار أعظم وأكثر وأوفر. من كان أصبر في الآداب فنتائج ثمرة الآداب له أقوى وأجل. ومن كان أصبر في المجالسات فنتائج المجالسة له أعظم. ومن كان صبورا في كل ذلك كان حظه موفرا من كل ذلك. الصبر وصف جميل يحب الملك الجليل. الصبر عدة العابدين والزاهدين والمقربين. الصبر زادك لحيازة القرب والمحبة وخير ما أنت فيه من كل حال إلى أن تموت. وبعد الموت لا زال تذكر بالصبر وبما تجرعت من مرارة الصبر. تسقى كؤوس حلاوة الجود والبر جزاء وفاقا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولذا لما روي بعض العارفين بعد موته ما فعل الله بك، وكان من جملة ما هو بارز في حياته حسن الصبر، حتى أنه في جانب شهوات كان من أبعد الناس عن اتباع شهوات والولوغ في المباحات إلا بمقدار ما يتقرب به إلى الرب ويحتسب فيه الثواب. فكان قليل الأكل، قليل الشرب، كثير الجوع، كثير الظما، كثير الصيام، كثير القيام. لما فعل الله بك قال بسط لي الموالد وقال لي كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب، يا من امتنعت من أجلنا عن أكلات وشربات كانت لك في الدنيا، اليوم نطعمك ونسقيك من خزائن جودنا بما لم يقه أحد من الناس في عالم الدنيا قط. الصبر عظيم الشان والمقدار، هو الإيمان وفي رواية نصف الإيمان، ثبات باعث الدين في مقابلة الهوى، فهو الذي تضبط به قوة الغضب والشهوة. وبضبط قوة الغضب والشهوة تثبت الإنسانية وتصح الخصوصية وتوقع شرور البشرية ويوقف على سر. إذا صفت العبودية وفنيت البشرية وصح القصد والنية فحينئذ فهنوني، فحينئذ فهنوني. إذا صفت العبودية وفنيت كل بشرية وصح القصد والنية فحينئذ فهنوني، فحينئذ فهنوني. أهنا لأرباب ذاك العيش. وفي كل صلاة نصليها فنتائجها على قدر الصبر، وفي كل قراءة وفي كل روحة في كل مجلس الصبر. وما دمت في الدنيا أنت محتاج إلى الصبر، ولك
عند الهزيمة صبر، وعند الغنيمة والنصر صبر، والصبر عند النصر أشد من الصبر عند الهزيمة. قد قال بعض الصحابة الكرام لملاحظتهم الدقيقة للأوصاف العظام: ابتلينا بالهزيمة فصبرنا، وابتلينا بالنصر فلم نصبر. الصبر عند استقرار الحال، وعند ارتياح البال، وعند تيسر المطالب، الصبر هنا أهم وأعظم. ولقد ذكر لك مناحي في الصبر، يذكر لك حجة الإسلام